احتفالات كرنفالية عارمة انطلقت بالعاصمة الجزائر بعد التأهل التاريخي الذي أحرزه الخضر للدور الثاني من المونديال بالتعادل مع روسيا ضمن المجموعة الثامنة. مبروك كاع الشعب الجزائري ومبروك العرب قاعيتك سورتو الشعب الفلسطيني وعد لا ايكيب ونجوزنا دوزيام تور وان شاء الله نتلاقاو مع الالمان ونربحوهم وما كاين والو. فبساحة البريد المركزي وسط العاصمة تجمع أكثر من 6000 متفرج أمام الشاشة العملاقة، وبعد تقدم الروس كان على الجماهير الجزائرية الانتظار إلى غاية الدقيقة 60 لإطلاق فرحتها بعد هدف سليماني. مبروك علينا هذا الفوز، مبروك على كل الجزائريين وكل العرب، والعقوبة إن شاء الله نربحوا الألمان إن شاء الله. تأهل مستحق خويا، حاجة اللي ما درناهاش برك برومي ماتش ما لعبش البالون، دوزيام ماتش تروزيام ماتش لعبنا بالون تكاليفينا. الدقائق الأخيرة من المباراة عاشتها جماهير الخضر على الأعصاب وكأنها ساعات. أبواب التاريخ فتحت على مصراعيها بمجرد نهاية المواجهة. فرحة هستيرية، زغاريد وألعاب نارية في سماء العاصمة بعد تأهل طال انتظاره، تأهل سيبقى راسخا في ذاكرة الجزائريين والعرب للأبد، ومعه سيبدأون عهدا كرويا جديدا. صفرة نهاية المباراة بين الجزائر وروسيا أطلقت احتفالات عارمة هنا بالجزائر، احتفالات من المتوقع أن تستمر لأيام وأيام. التأهل التاريخي فتح صفحة جديدة للكرة الجزائرية والعربية. عبد الغني دداش، سكاي نيوز عربية، الجزائر.